بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل من الله سبحانه وتعالى اليوم تم افتتاح مستشفى السياب. هذا المستشفى الذي هو بمثابة مدينة طبية لم نستطع إكمال تجوال في كل مرافقه. نبارك لأهلنا في محافظة البصرة هذا الصرح العمراني الصحي الكبير، مستشفى بسعة 492 سرير متخصص، وتم تنفيذه من خلال شركة التركية جارسان بمبلغ العقد الذي بلغ بحدود 183 مليون دولار. تم تجهيز المستشفى بكل الأجهزة التخصصية، يعني المستشفى جاهز لاستقبال المرضى، لكن سوف يكون بدء العمل وفق خطة ممنهجة من قبل وزارة الصحة على مراحل زمنية للتأكد والتحقق من تقديم الخدمة لكل المرضى وفق مختلف المستويات المراجعة والحاجة. طبعاً إكمال المستشفيات بالخصوص هو جزء من أولوية الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة. هذا المشروع منذ عام 2009 في الشهرين الماضيين كانت هناك ورشة من وزارة الصحة من كل الجهات الساندة، محافظة البصرة، لجنة الأمر الديواني 45 في وزارة التخطيط، التي أسهمت هذه الجهود في تذليل كل المعوقات وإعطاء الحلول بصلاحيات مجلس الوزراء للوصول إلى مرحلة الإنجاز وافتتاح هذا المستشفى أو المدينة الطبية. القطاع الصحي يمثل أولوية للحكومة، وفي أكثر من مناسبة تكلمنا في هذا الجانب، وفي أكثر من موقع أوضحنا أهمية هذا القطاع بالنسبة لعمل الحكومة وبرنامجها الحكومي على صعيد تهيئة المستشفيات وإكمال المشاريع المتلكئة. واليوم افتتحنا واحد من أهم هذه المواقع في محافظة عزيزة على قلوب كل العراقيين، محافظة البصرة، التي تستحق منا كل الاهتمام والعناية والرعاية. وأيضاً في تأهيل المستشفيات القائمة والموجودة، بدأناها في مستشفى الكاظمية وسوف نستمر في تأهيل 10 مستشفيات سوف تفتتح تباعاً وفق برنامج وعمل قائم حالياً في هذه المواقع، 10 مستشفيات في بغداد والمحافظات. في الجانب الآخر وهو ما يمثل رؤية الحكومة أمام هذا الصرح الكبير، نحتاج إلى فلسفة جديدة في تقديم الخدمة في القطاع الصحي. سوف نبدأ بتنفيذ هذه الرؤية من خلال شركات عالمية متخصصة بإدارة وتشغيل هذه المستشفيات. الوزارة والحكومة تستقبل كل فترة هذه المؤسسات الصحية العالمية والمحلية التي قدمت عروضها في إدارة وتشغيل هذه المستشفيات. قريباً إن شاء الله نصل إلى التعاقد مع هذه المؤسسات ونبدأ بمجموعة من المستشفيات في بعض المحافظات وفق هذا الأسلوب في الإدارة الذي يوفر نظام جديد لتقديم الخدمة وفق رؤية هذه الشركات. مثل ما ذكرت، شركات عالمية متخصصة في إدارة المستشفيات ومتخصصة في تقديم الخدمة وفي نظامها الصحي العالمي المعروف. المحور الثالث المهم اللي هو يتعلق بتنفيذ قانون الضمان الصحي. في هذا العام نحن نعمل على تأسيس مقدمات تنفيذ هذا القانون، سواء كان على صعيد الهيئة والتسجيل وإعداد قاعدة البيانات
وتأمين التخصيصات المالية المطلوبة لوزارة الصحة للبدء بالإعداد لتنفيذ بيئة تجريبية بحدود 300,000 موظف. سوف نقدم لهم الخدمة وفق القانون الجديد، قانون الضمان الصحي. هذا القانون الذي يحتاج إلى تكاتف الجميع وثقافة عامة من أجل تنفيذه للوصول إلى أفضل الخدمات الصحية والطبية والعلاجية لعموم المواطنين. نؤكد مرة أخرى أن الصحة والقطاع الصحي بشكل عام بكافة مؤسساته وبكل تفرعاته هو يمثل أولوية في المنهاج الحكومي لهذه الحكومة التي وعدت، وإن شاء الله ستفي بهذا الوعد، بتقديم خدمة جديدة في مجال الصحة تليق ببلد مثل العراق، توازي التخصيصات المالية التي تقدم. ونريد أن ننهي عملية سفر المواطن إلى الخارج ويقدم ويصرف الأموال من أجل الحصول على هذه الخدمة. سوف تكون الخدمة هنا في العراق وفي عدة خيارات مطروحة وفق مستويات المعيشة. أثمن بدءا كل الجهود التي بذلت من قبل وزارة الصحة بشخص السيد الوزير الذي تابع بشكل ميداني طيلة الأشهر الماضية، والأخوة الوزراء جهات الساندة السيد محافظ البصرة، وكل التقدير أيضا للأخوة اللجنة النيابية التي كانت خير عون وسند للوزارة في تهيئة مقدمات الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف. بالتأكيد نشكر الشركة التركية وسعادة السفير الذي قدم أن هذه الشركة وكل التسهيلات الكفيلة بتنفيذ هذه المشاريع، الذي يؤكد على مقدرة وكفاءة الشركات التركية في تقديم وتنفيذ مشاريع مهمة في العراق. شكرا جزيلا لكم.